نمر مباشرة لتكريم عائلة الشهيد. هذا اليوم المتميز على مراسيم إطلاق اسم الشهيد مقراني سعيد المدعو سي الخضر على مقر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران الناحية العسكرية الثانية، وهذا تطبيقا لقرار القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي. الشهيد البطل من أولئك الذين أدوا الواجب كاملا، فكتبت له الشهادة وتحقق للجزائر استقلالها وسيادتها بفضل تضحياتهم.